السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين قناة ميدي سوفت. إن شاء الله فيديو النهاردة هيبقى بعنوان ميزات جديدة في الواتس. هشرح لكم في الفيديو ده كام ميزة كده في الواتس هيخليكم تعشقوا برنامج الواتس ده وهيسهل لكم حاجات كتير ما كنتوش عارفينها قبل كده. بس قبل ما أبدأ في الفيديو لازم تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان يوصلك أجدد الفيديوهات. والله نبدأ في الشرح. أول حاجة هنخش على الواتس. الميزة رقم واحد إن أنت تقدر دلوقتي يعني في الواتس إن أنت تخليه أسود بالشكل ده، تخلي الواتس لونه اسود بالطريقه دي. فطبعا اهو مثلا هنيجي على الاعدادات عشان نخليه اسود، بعدين نيجي على الدردشات، والدردشات نيجي على المظهر مثلا نختاره فاتح او داكن، او مثلا لما خليته فاتح اهو بقى باللون الابيض. نيجي بقى على اللون الداكن مثلا هيبقى باللون الاسود اهو، او مثلا المحادثات دلوقتي كلها بقت باللون الاسود والواتس كله بقى اسود. الطريقه التانية، قصدي الميزه التانيه اللي هي ازاي تكبر حجم الخط. مثلا لما تيجي تكتب اهو اقول لك اهو ازاي نكبر حجم الخط. نيجي برضو على الاعدادات ونخش على الدردشات ونيجي على حجم الخط ونخليه كبير. بعد نخليه كبير مثلا دلوقتي لو جيت كتبت اي كلمه، بص بقى الخط دلوقتي هيبقى عامل ازاي. السلام عليكم مثلا اهو، بصوا حجم الخط كبر شويه اهو، بالخط كده بقى كبير. الميزه اللي بعدها اللي انت ازاي مثلا لو صاحبك عنده حاله، منزل حاله عنده على الواتس هنا وانت عايز تشوفها من غير ما هو يعرف، ده كل انت هتعمله. بس انا اوريكم الحاله الاول، او كل انت هتعمله اقعد الحاله هي اللي انا عايز اوريها لكم. هنيجي بقى عشان نعمل ازاي نتفرج على الحاله دي من غير ما صاحب غير ما حد يعرف. هنيجي هنا هنخش على الملفات، بس انا مش هخش على الملفات، هخش على الدائرة على طول. هتيجي على الرير هتنزل على ملف الواتس. من ملف الواتس اهو ادي الواتس، هتك على الواتس وبعدين ميديا، بعدين اول اختيار ستاتيوز، بعدين تختار بقى. هتلاقي هنا كل الحالات اللي كله منزلها، اي حالة او مثلا اهي ادي الحالة بس انا منزلها هتك بس على الصور. ادي الحالة اهي نفس الطريقة اللي صاحبكم كان منزلها، بس كده. فدي الطريقة دي ازاي تعمل الحالة. الميزة اللي بعدها اللي انت دلوقتي تقدر تغير لون الكتابة للون الازرق او تعدل على الخطوط. فدلوقتي هشرح لكم ازاي تعدل على الخطوط. مثلا لو جينا على كلمة، هنيجي اول حاجة عشان نعدل على الخط نخليه نحس ان الخط يعني الحبر غامق فيه اكتر، هنيجي هنعمل نجمتين وبعدين نكتب كلمة، بعدين نيجي في النص ما بين النجمتين ونكتب كلمة السلام، اي كلمة احنا عايزينها مثلا اهو. ادي تحس كده ان الكلام يعني في فرق ما بين كلمة السلام فوق والسلام تحت، في فرق يعني ما بين الكلمتين دول. الحركة التانية اللي بعدها ازاي تخلي الكلام كأنه مشطوب عليه وتحس انه مشطوب عليه. هنيجي برضه هنعمل كده وهنجيب العلامة اللي عاملة زي الموجة نحطها برضه مرتين، ونيجي هنا في النص ونكتب مثلا كلمة السلام تاني اهي. بص هتلاقيها مشطوب عليها خالص. تاني حاجة دلوقتي ممكن نغير لون الكتابة بالطريقة دي. نغير لون الكتابة ازاي بقى؟ هنيجي نكتب كلمة السلام برضه، بعدين نعمل نقطة، بعدين نيجي على حرف نكتب تي ونكتب دبل تي ونبعت بقى باللون الازرق اهو لون الكتاب. ولو احنا مثلا مش عايزين مثلا كتبنا مثلا السلام عليكم على بعضها، مثلا السلام عايزين نخلي كلمة السلام باللون الازرق برضو، هنعمل نقطة قبلها عليكم ونعمل دبل تي، ده لو كلمة السلام بس، او لو عليكم هتحط برضو نقطة اهو مثلا دبل تي. هعيدها تاني عشان بس نسيت اعمل حاجة. السلام ونقطة، عليكم نقطة، ودبل تي. هي دي كده كلها على بعضها. دي الطريقة. الميزة اللي بعدها بقى اللي احنا دلوقتي نقدر نفتح الواتس على اللاب او على الكمبيوتر
وكأن انا بالظبط ونتواصل مع الدردشات عن طريق اللابتوب، بدل ما تفتح الموبايل مثلا، موبايلك بيبقى على الشاحن مش عايز تفتحه، تقدر انت دلوقتي تفتح الواتس عن طريق اللاب. كل اللي انت هتعمله هتيجي على اللاب وتعمل ايه، وتكتب واتس ويب، وهيفتح لك صفحة كده هتلاقي فيها باركود او كيو كود، هتلاقي فيها باركود او كيو كود. كل اللي انت هتعمله دلوقتي هتيجي هنا على الاعدادات، عن التلات نقط، بعدين تختار واتس ويب. واتس ويب بقى، وهتعلم اهو، ثانية واحدة اهو، هتيجي هنا وهتعمل كده وبس كده، وكده فتح الواتس عندي على اللاب بطريقة سهلة، اسهل طريقة. ودلوقتي ممكن ابعت اي رسالة مثلا لأي حد، مثلا لو جيت هنا، او ابعت اي رسالة دلوقتي وهتلاقيها وصلت على طول. لو بعت دي مثلا اهي، بص دي ما كانتش موجودة دلوقتي، انا بعتها من على اللاب نفسه. ولو عايز افصل على اللاب مثلا، لو افصل من على اللاب هاجي على هنا برضو، وهاجي على الواتس ويب اهو، بيقول لي فاتح الواتس على موزيلا فايرفوكس. لو هاجي دلوقتي عايز مثلا افصله، هعمل تسجيل الخروج على كافة الاجهزة، تسجيل الخروج وبس كده. ازاي بقى نخش على الواتس ويب دلوقتي؟ او اول ما نيجي هنخش على الواتس ويب، لازم نفتح اي متصفح، نيجي فوق في البحث نكتب واتس ويب، واتس ويب، بعدين نعمل بحث، نيجي لنا اول حاجة دي واتس ويب، لازم نفتحها ونحدد ونفتح في التليفون الميزة اللي انا لسه قايلكوا عليها، اللي هي التلات نقط اللي فوق، ونعمل واتس ويب، ونجيب الكاميرا ونحطها هنا اهو، او كده فتح الواتس على اللاب بكل سهولة. دلوقتي اقدر ابعت اي رسالة لاي حد، مثلا لو جيت هنا دلوقتي اقدر ابعت اي رسالة لاي حد انا عايزه بكل سهولة اهو. مثلا عايز ابعت دي تاني، كل سهولة، وبعدين أعمل علامة صح، أو كده اتبعت كأني بالظبط فاتح موبايل. كده فصلت عن الأجهزة كلها. الميزة اللي بعدها إن أنت دلوقتي ممكن لو أي حد بعت لك رسالة تقدر ترد عليها من غير ما تفتح الواتس. مثلا لو جيت مثلا على الإعدادات من غير ما تفتح الواتس، تيجي على الإشعارات، وتيجي على الإشعارات المنبثقة، وتعمل اي حاجه بقى انت عايزها. مثلا لو عايز الشاشه مثلا تكون مفتوحه، او الشاشه مقفوله، او اظهار الرسائل المنبثقه دائما على طول، يعني والشاشه مفتوحه ومقفوله. انا عاملها دلوقتي والشاشه مفتوحه. دلوقتي انا معايا موبايل تاني، ابعت عليه رساله، وهنشوف الرساله ازاي هتخش، وهنشوف ازاي الرساله هتخش هنا، وهنرد عليها من غير ما نفتح الواتس اهو. رساله ادي الرسالة جت اهي، وممكن دلوقتي اللي ارد عليها بكل سهولة مثلا من غير ما افتح ومن غير ما اخش على الواتس نهائي، او كل اللي عامله دلوقتي اختار مثلا من ده وابعت بس كده. كده انا رديت عليها من غير ما افتح الواتس. ولو عايز الغيها برضو بخش على الاعدادات واعمل كده. الميزة اللي بعدها ان انت دلوقتي تقدر ازاي تقدر تغير صورة الواتس بالشكل اللي شايفينه ده، ازاي تقدر تغيره. كل انت لما تخش على التلات نقط اللي فوق وتعمله خلفية للشاشة، بعدين تعمله بقى لو انت عايزين صورة من معرض، لون ثابت، او مثلا افتراضي. لو انت اتكيت على افتراضي، هذه الصورة الافتراضية اهي. واحنا دلوقتي بقى عايزين دلوقتي نغير الصورة، مثلا نجيب صورة من معرض او لون ثابت. دلوقتي انا هختار لون ثابت، ومن هنا هختار على لون مثلا، اختار دي تبقى بالشكل ده اهي، بالطريقة دي اديني كده غيرت اللون. ولو عايز صورة مثلا من معرض، هجيب صورة كده من معرض، ونخش هنا واعمل كده المعرض، مثلا اختار مثلا الصورة دي اهو، اديني كده غيرتها بكل سهولة. الميزة اللي بعدها كمان اللي انت ممكن دلوقتي تبعت
اي تبعت رسالة وتوصل لكل الاشخاص مرة واحدة، بدل ما تروح لكل واحد تبعت نفس الرسالة برضو عن طريق الاتجاهية برضو على 3 نقط، وتعمل رسالة جماعية جديدة تحدد الاشخاص اللي انت عايز تبعت لهم الرسالة. مثلا قلت ده وده 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 وكل دول كده، وتعمل علامة صح، ودلوقتي تقدر كده تبعت اي رسالة وهتروح لهم كلهم ومن غير ما يعرفوا ان انت عملت مجموعة او حاجة كده، كأنك عملت مجموعة، بس انا مش عايز ابعتها دلوقتي وكده اهو. هاجي برضو بعد ما اخلص هاجي انا امسحها لو انا مش عايزها. اللي انت تقدر تجيب اي شخص تعمله اختصار عندك، بدل ما تفتح الواتس وتختاره تلاقيه موجود عندك عن الطريق اللي انت تيجي على اي شخص انت عايزه. مثلا تيجي فوق وتعمل هنا وتتك على المزيد إضافة اختصار، هتفتح هتلاقي موجود عندك أهو الشكل ده، هتلاقي عندك موجود كل اللي انت هتعمله دلوقتي، هتتك عليه هيدخلك على طول على الواتس وتقدر تبعت له أي رسالة. بس كده هي دي عدد الميزات اللي شرحناها النهاردة. أتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك الفيديو وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وأصحابكم عشان يوصلكوا أجدد الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.